بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نتحدث عن اليونت الأخيرة اللي هو اليونت 6، تتكلم عن الـ Internal and External Quality Control. والصحيح هذه الوحدة يعني غاية في الأهمية، هي لب الـ Quality Assurance اللي إحنا بنطمح في تطبيقها في المختبرات الطبية. ذكرنا إحنا في المحاضرة السابقة كيف بيتم اعتماد طريقة جديدة أو كيت جديد أو محاليل جديدة أو طريقة جديدة في الفحوصات، وكان في بعض الفحوصات المفروض إن احنا نشرحها، لكن لضيق الوقت اكتفينا باللينيارتي تشيك. والآن احنا هنتكلم عن كيف نعمل internal external quality control بحيث كده تكتمل الصورة ونستطيع إن احنا نشيك ونعرف ونكشف أي خلل مهما كان بسيط، نكشفه قبل ما يتراكم ويصبح خلل كبير. هذه اليونت مهمة جدا في التطبيق، ويجب أن كل مختبر يعني في التحاليل الطبية بيشتغل في التحاليل الطبية يجب أن يطبقها، لأنه هي الضامن الأساسي لعدم حدوث بايز أو انحراف في القراءات وفي نتائج المرضى. طيب الـ internal quality control بيقول لي involves the analysis of control samples with patient specimens. المقصود بالـ internal quality control إنه إحنا بنجري اختبار فحص التركيز على control samples مع الـ patient specimens. مع الـ patient specimens يعني أنا بجيب عينات control samples ونضعها ما بين البيشنت سبيسمنز، وبتم أخذ قياس الكنترول سامبلز بالمجمل مع البيشنت سبيسمنز، يعني نفس الإجراءات والميثودولوجي اللي إحنا بنطبقها على البيشنت سبيسمنز يتم تطبيقها على الكنترول سامبلز. بعد ذلك بيقول لي then evaluating the result statistically to determine the acceptability of the analytical run. بعد ذلك احنا بناخذ قراءات الكنترول سامبلز وبنجري عليها بعض الفحوصات او الاجراءات الاحصائيه اللي حنذكرها الان، وبنقرر بعديها اذا كان في الاناليتيكال رن اللي احنا اجريناه هل هو مقبول او غير مقبول. اذا الضامن لقبول او عدم قبول الفحوصات اللي انا بجريها للمرضى في الرن الواحد هو النتائج الكنترول سامبلز. نتائج الكنترول سامبلز، اذا الكنترول سامبلز معناته بفهم من هذا الكلام انه هي الضامن، وهي اللي بتقول لي اذا كان النتائج تبعت المرضى اللي انت اجريت عليهم الفحوصات هل هي مقبوله ودقيقه وصحيحه ام لا. فهذا احنا بنسميه internal quality control. internal quality control، اذا internal quality control ان انا مقصود فيه ان انا بضع control samples بالتزامن مع ال patient specimens، وباجري على ال patient specimens وال control samples نفس الفحوص نفس الاجراءات الروتينية في الميثودولوجي لاي فحص كان، سواء سكر، كرياتينين، يوريا، كوليسترول، ايا كان. وثم القراءات الكنترول سامبلز انا باجري عليها اجراءات احصائيه، وعلى بناء عليها بيتم اتخاذ القرار ان انا اقبل بنتائج البيشنت سبيسمنز ولا لا. طيب الانترنال كواليتي كنترول ديفرز فروم اكسترنال كواليتي كنترول ان سيفرال امبورتنت اسبيكتس. في عندنا حاجه اسمها اللي شرحناها انترنال كواليتي كنترول وفي اكسترنال كواليتي كنترول. بالنسبه للانترنال كواليتي كنترول زي ما حكينا مونيتورز اتست ميثود بريسيجن اند اناليتيكال بايز. الهدف من الانترنال كواليتي كنترول ان انا اقيس البريسيجن للطريقه اللي انا بستخدمها في المختبر، وبأكشف فيها عن analytical bias إذا كان موجود في خلال الشغل اللي أنا بشتغله أو بكون موجود في الطريقة اللي أنا بشتغل فيها. إذا هذا الهدف من الـ internal quality control، إن أنا أكشف عن مستوى الـ precision وأكشف عن وجود analytical bias إذا كان موجود. هذا بما يخص الـ internal quality control.
طبعا ليش هو بيكشف عن البريسيجن مش الاكيوريسي؟ احنا حنجد حنوضح ليش الكلام هذا يعني بيهتم في الاش في ال... في ال... في النقطتين اللي احنا ذكرناها. طيب بالنسبه للاكسترنال كواليتي كنترول بيقول لي involves the estimation of a test method's accuracy. اذا الاكيوريسي هي من مسؤوليه الاكسترنال كواليتي كنترول. الاكيوريسي الكشف عن الاكيوريسي هي من مسؤوليه الاكسترنال كواليتي كنترول by analysis of unknown samples. Analysis of unknown samples sent to the laboratory from outside sources. الآن بالنسبة لـ External Quality Control الفكرة تبعتها إنه بيجيني من الـ outside agencies أو خلينا نقول مثلا من الرقابة في وزارة الصحة أو في الـ Quality قسم الـ Quality Assurance في وزارة الصحة أو المختبرات الطبية بيبعتوا عينة كنترول وهذه العينة بتكون unknown لك لكن هي معروفة للجهة اللي ارسلتها اللي هي الايجنسي او الجهة المسؤولة عن المختبرات الطبية. فهي بتبعت للمختبر الـ unknown samples بالنسبة لك انت اللي بتشتغل في المختبر وبتطلب منك فحصها وبتاخد انت الاجراء الروتيني زيها زي الـ patient specimen وبتجري عليها التجربة والنتائج اللي هي تحصل عليها للأنون سامبل بتبعتها للمصدر تبعها وبتم هناك تقييم النتيجة الدقة أو الكوركتنس تبعتها. فالإكسترنال كواليتي كنترول بيشوف هل أنت بتقيس النتائج للبيشنت بطريقة صحيحة ولا لا من خلال هم بيبعتوا لك عينة أنون سامبلز معلومة القيمة بالنسبة لهم ودقيقة معلومة بشكل دقيق وبطلبوا منك انه انت تفحص. بكونش طلب واحد فحص واحد يعني بكون فحوصات كتيرة بتكون مثلا سكر كرياتينين يوريا كوليسترول تريجسترايد بروتينز وما الى ذلك وهذه القائمة من الفحوصات انت بتجريها على الانون سامبلز وبتبعت تقرير بالنتائج. هم هناك بيشوفوا اللي هو الاكيوريسي تبعت الفحوصات النتائج تبعتك. هذا بالنسبة للاكسترنال كواليتي كنترول. اما الانترنال كواليتي كنترول احنا قلنا انه انت من عندك هو ليش انت لانه الاجراء من عندك هذاك الاجراء من الخارج. اما هذا الاجراء من عندك انت بتحط الكنترول سامبلز وبتقيسها بالتزامن مع البيشنت سبيسمن وبتشوف نتائجها عندك كيف طلعت. طيب السامبلز ار سنت تو ذا لابوراتوري وير دي ار انالايزد اند ريزلت ريتيرن تو ذا ايجنسي ذات سبلاي ذا ريزلت. هذا بالنسبه للاكسترنال كنترول بيحكي انه السامبلز اللي وصلتك اللي انت مش عارف قيمتها بتقيسها وتطلع نتائجها وتبعتها التقرير الى الايجنسي او الوكاله او الجهه المسؤوله عن ارسالها وهي بتقيم النتائج تبعتك. A decision is made about how will the control result compares to unexpected values. طبعا بتم المقارنه بين expected values وبين النتائج تبعتها. Depending on the outcome of this comparison, patient results are either reported or withheld. بناء على هذه القيم اللي هي قيم الكنترولات انت بتقبل بنتائج الفحوصات للبيشنت سامبلز او ترفضها. طيب احنا هنتطرق بشيء من التفصيل على الانترنال كواليتي كنترول وبالتالي هنتكلم عن الكنترول سامبلز ونشوف ايش خواصها وكيف ممكن نحن نستفيد منها بحيث ان احنا نمنع اي اخطاء مهما كانت صغيره انها تحدث في المختبر. طيب الكنترول سامبلز لازم يكون في عندهم بعض الصفات والمواصفات عشان هي تكون ريليبل وتكون تقوم بادائها المناط بها على اكمل وجه. بيقول لي هنا special specimen اللي هي تعريفها يعني control sample is a special specimen inserted into testing process يعني توضع ما بين الأنابيب اللي انت بتفحصها. يعني لو انا عندي مثلا 40 او 50 patient specimens لأي فحص وانا بدي ادخلهم على run مع بعض بقوم انا بأضع control samples خلال وما بين patient specimens عشان يتم اجراء الفحوصات زيها زي البيشنت سبيسمنز. اذا سبيشال سبيسمن ليش هي سبيشال؟ لانه هي معلومه مسبقا انسيرتد انتو ذا تيست تيستينج بروسيس اند تريتد از اف ات وير بيشنت سامبل. بدك تتعامل معها كانها بيشنت سامبل تماما باي بينج اكسبوزد تو ذا سيم كونديشنز از بيشنت سبيسمن. ممنوع انك تتعامل معها بشكل
سبيشال او بشكل استثنائي بدك تتعامل معها بالضبط زيها زي البيشنت سبيسمن عشان تكون الفحوصات والنتائج صادقه. تخضع لنفس الظروف اللي خضعت له البيشنت سبيسمن، نفس الكونديشنز اللي هي زي الانكوبيشن تايم والتمبريتشر اكسبوجر والاجيتيشن وما الى ذلك. المهم هي الكنترول سامبل توضع مع البيشنت سبيسمن وتخضع لنفس التجربه ونفس الظروف. الكنترول ماتيريالز شود بي از سيميلر تو ذا بيشنت سامبل از بوسيبل رياكتنج ان ذا سيم مانر. الكنترول ماتيريالز او سامبلز ممنوع تكون الماتريكس تبعتها مختلفه عن البيشنت سيرم او البلازما. ليش؟ عشان احنا نضيق اي اختلافات قد تؤثر على النتائج. وبالتالي لما يكون انا عندي كنترول سامبلز مذاب في يوريا وكرياتينين وبروتينات وجلوكوز وما الى ذلك، المفروض انه الماتريكس الماده المذابه فيها هذه المواد المراد فحصها تكون شبيهه بالبيشنت سامبلز من ناحيه الماده الطبيعه البروتينيه، اذا في كان في مواد ثانيه ذائبه دهون وما الى ذلك نفس القيمه او نفس الشبه مع البيشنت سامبل، عشان احنا نقرب التشابه الى حد كبير ما بين الجهتين. بقول لي ذا انالايت كونسنتريشن شود بي ات ميديكالي سيجنيفيكانت ليفلز. بالنسبه للقيم اللي موجوده في الكنترول سامبلز مش لازم تكون في منتصف الريفرنس انترفال. فلو كان انا عندي كنترول سامبل بيتكلم او بيفحص بنفحص من خلاله اليوريا، ما بصيرش انه اليوريا تكون في منتصف الريفرنس، قيمه اليوريا في الكنترول ما بينفعش تكون في منتصف الريفرنس انترفال او الكرياتينين او الجلوكوز، فلازم تكون على اطراف الريفرنس انترفال. فلو احنا بدنا نتكلم مثلا عن السكر لو بدنا نقول مثلا من 75 او 80 الى 120، ما بصيرش الكنترول سامبل يكون قيمه السكر فيه مثلا 110، لازم يكون اما 75 او بتكون 120 او 130. حتى لما لانه ليش؟ لانه المشاكل اغلب المشاكل بتظهر لدى المختبرات في القيم المتطرفه او في القيم اللي على الاطراف. فأنا عشان أضمن إنه إذا كانت القيم على الأطراف سليمة وبيتم قياسها بطريقة صحيحة، إذا ما بينهما اللي هو في داخل الريفرنس انترفال بكون طبعاً القيم صحيحة ما فيش مشاكل فيها لأن الخطورة في الأطراف. طيب the constituents should be stable under storage for long period or of time prior to preparation. شرط لازم يكون المكونات تكون stable عشان ما يصيرش فيها تغيير خلال في الكونسنتريشن خلال عمليه التخزين، وهذا طبعا يعني مهم جدا عشان احنا ما نقعش في اخطاء خارجه عن اطار الاخطاء الميثودولوجيه. نمره 4 بيقول لي ماتيريال شود هاف لو فايل تو فايل فيريابيليتي. الماتيريالز اللي هي المقصود فيها الكنترول سامبلز، طبعا انا بشتريها شري هذه بتكون فايلز، ممنوع يكون في اختلافات ما بين فايل وفايل. لازم يكون الفايلز واحده من ناحيه الشركه واحده، ما بصيرش اليوم اخذ من شركه وبكره استخدم شركه ثانيه، ما بصيرش من نفس الفايل يكون من نفس الشركه يكون النمبر او السيري نمبر مختلفين. لازم احاول ان يكون في تشابه كبير جدا ما بينهم في المكونات. نمره 5 ماتيريال شود بي ريدي تو يوز اور ريكواير مينيمم اوف بريباريشن. ما بنفعش او يفضل انه يكون الكنترول سامبلز تقريبا جاهزه للاستخدام، واذا كانت جاهزه تتطلب اجراءات عمليه قليله جدا عشان تجهز. لانه اذا كان الكنترول سامبل بده اجراءات منك انت الفني عشان تجهز، هذه الاجراءات اذا كانت كثيره بتكون عرضه لاخطاء قد تحدث خلال عمليه الديلوشن او التسخين او ما الى ذلك، وبالتالي بيصير هنا ممكن يحدث خطأ خارج عن الإرادة الفني، وبالتالي لما يجي يفحص هيلاقي نتائج خطأ ويقول إنه أنا طريقتي مش مظبوطة. لا، هو بيكون اللي بريبريشن ده الكنترول سامبل مش مظبوط. عشان نطلع من القصة هذه قلنا إنه الكنترول سامبل لازم تكون جاهزة أو تحتاج إلى أقل القليل من اللي بريبريشن من عمليات اللي بريبريشن. After vial has been opened and the material prepared, بقول لي it should remain stable for the period of use. إذا أنت فتحت الكنترول سامبل وبدأت تستخدمها، المفروض إن هي تكون stable خلال مدة الاستخدام تبعت الكنترول.
نمرة 7 the material should be available in large quantities. طبعا ليش large quantities؟ لأنه هيجي قدام معنا إنه إحنا هنستخدمها بشكل كبير جدا وبشكل يومي، وحتى في الشكل اليومي هو بيكون متكرر أكثر من مرة في اليوم الواحد، فأنت لازم يكون في عندك الكمية كبيرة على أساس إنه النتائج الإحصائيات تكون متكاملة ما تكونش ناقصة الداتا يعني. طيب the material should be reasonably priced، لازم يكون يعني سعرها معقول عشان انت يعني او المسؤولين ما يجدوش في حرج في شرائها وترهقهم، وبالتالي يعزفوا عن شرائها زي ما بصير عندنا، وبالتالي يعني يعزف المختبر عن تطبيق الانترنال كواليتي كنترول. فلازم يكون يعني السعر معقول ويستطيع تحمل اعباء المختبر او موازنة المختبر. طيب في عندي ملاحظة هنا اللي هو الفرق ما بين الكنترولز والكاليبريتورز. الكاليبريتورز او الستاندردز، احنا بنمر علينا المصطلح الستاندرد ومر علينا اللي هو الكنترول. طب هل الكنترول هو الستاندرد ولا مختلفين؟ احنا بنعرف انتوا اخذتوا في مختبرات الكلينيكال بايوكيمستري لما انتوا اتعلمتوا على قياس الكرياتينين والكوليسترول والتراجلسيرايد وما الى ذلك، كنتوا بتستخدموا ستاندرد، والستاندرد طبعا هو قيمة معلومة، وانتوا كنتوا تفحصوها مع البيشنت سبيسيمنز وتطبقوا لامبرت بيرز لو عليها وتطلع معاكوا القيمة. طيب هل الكنترول بحكم انه هو معلوم القيمة مسبقة هو نفسه الستاندرد او الكاليبريتورز؟ الصحيح انه في تشابه لكن هناك في اختلافات ما بينهما. طب ايش الاختلافات؟ بقول لك clear distinction must be made between control and calibrators or standards. calibrators أو standards. طيب إيش الفرق بينهم؟ بقول لك calibrators and standards are used to adjust instrument. instrumentation. الآن لو أنت عندك جهاز زي spectrophotometer وأنت بدك تضبط الجهاز هذا على قياس concentration معين زي مثلاً CBC أو spectrophotometer، فانت بتجيب الستاندرد ومعلوم القيمه، ولما الجهاز بيقرا بتقوم انت بتعمل سيت اب للجهاز بحيث انه الجهاز يقرا الكونسنتريشن تبع الستاندرد بنفس قيمه الستاندرد اللي هو اللي انت شريته. هذا بنسميه احنا ادجستمنت للانسترومنتيشن. يعني احنا بنجيب الستاندرد بيكون معلوم قيمه، مثلا زي الهيموجلوبين بندخله على السي بي سي، والهيموجلوبين بيكون عندي مثلا 12.5، فانا لما الستاندرد قيمه الهيموجلوبين تبعي اللي انا استخدمته 12.5 بعمل معايره للجهاز وسيت اب للجهاز بحيث ان الجهاز يقرا هذا الستاندرد 12.5. هذا اللي هو اسمه ادجست انسترومنتيشن، هذا استخدام الستاندرد. او انه احنا نستخدم الستاندرد لانشاء الستاندرد كيرف زي ما انتوا اخذتوا في مختبرات الهيماتولوجي، اللي هو انت بتعمل تخفيفات serial dilutions وبتعمل قياس لكل dilution وترسم الكيرف. هذا من مسؤوليات مين؟ هذا من مسؤوليات الستاندرد او الكاليبريتورز. يبقى الستاندردز او الكاليبريتورز احنا بنستخدمهم عشان نعمل adjustment للانسترومنتيشنز الموجوده عندي في المختبر، او ان انا اعمل establishing او انشاء لستاندرد كيرف. هذا بالنسبه للي هو الكاليبريتورز او الستاندرد الستاندردز. طيب The process of calibration and the quality control are two sides of the same coin. They complement each other. طيب احنا لما هذا بالنسبة للستاندرد والكاليبريتور. طب الكنترول سامبل، لا الكنترول سامبلز انا بستخدمه مع عينات البيشنت وبقيسه لحتى يضمن لي انه الشغل اللي انا بشتغله هو سليم. وبالتالي بصفي هنا انه الكنترول سامبلز هي اللي بتحكم على انه الستاندرد كيرف والادجستمنت اوف انسترومنتيشن انت سويته بواسطه الستاندردز كان صحيح، اللي بيضمن انه الكيرف تبعك سليم والانسترومنت معمول وادجستمنت صح هو الايه، هو الكنترول سامبل. يبقى الستاندردز بيعمل ادجستمنت للاجهزه وبنعمل منه ستاندرد كيرف، والآن الحكم على هذا الكلام والحكم على أنه عينات المرضى بتم الشغل عليها بطريقة صحيحة هو الكنترول سامبلز. بقول هنا الكاليبريشن استابلشز اند انيشال بوينت. الكاليبريشن استابلشز اند انيشال بوينت اوف ميجرمنتس، لما انت بتعمل كاليبريشن كيرف
طبعا هذا هي النقطة الأولى في عملية القياسات للمرضى، هي النقطة الأساسية، وهذه النقطة منها خلالها أنت بتنطلق لقياس المرضى. فإذا كان الكاليبريشن كيرف مش مظبوط، كل القياسات بتكون مش مظبوطة. طب مين اللي بتكشف هالكلام هذا؟ قيمة السامبل كنترول، الكنترول سامبل، قيمة الكنترول سامبل هي اللي بتكشف إذا كان الكيرف تبعك مظبوط أو مش مظبوط. The quality control check that the calibration is correct. يبقى الكنترول سامبلز هي اللي بتكشف عن إنه إذا كان الستاندردز أنت استخدمتها فعلا استخدمتها بشكل صحيح وسويت منها ستاندرد كير بشكل سليم ولا لا. لأنه الضامن هنا للستاندرد كير والضامن للأدجستمنت أوف إنسترومنتيشن والضامن للبيشنت سامبل هو الكنترول سامبلز. طيب الآن together they determine the reliability of the method اللي هي accuracy and precision of the method. إحنا لو تفكرنا في الكاليبريتورز أو الستاندردز والكنترول سامبلز بتلاقيهم هما اثنين بيكملوا بعض، طبعا بالتأكيد لازم يكملوا بعض، وهم اللي بيكشفوا عن الأكيوريسي والبريسيجن للميثود اللي انت بدك تستخدمها، بحيث انه انت الستاندرد بديني ستاندرد كير سليم وأجهزة منضبطة بشكل ومعايرة بشكل صحيح، واللي بيكشف عن هذا الصحة أو عدم الصحة اللي هو الكنترول سامبلز، وبالتالي اثنين مع بعض عشان هيك قال لك هما وجهين لعملة واحدة، وجهين لعملة واحدة بيكملوا بعضهم البعض. طيب احنا طبعا الموضوع تبعنا هو الكنترول سامبلز. بالنسبة للكواليتي كنترول في عندنا نوعين من الكواليتي كنترول، في كواليتاتيف اند سيمي كوانتيتاتيف بروسيجرز. في بعض الفحوصات ما بيتمش الكشف عنها بطريقه كوانتيتاتيف بل بطريقه كواليتاتيف او سيمي كوانتيتاتيف. يعني زي مثلا بدك تفحص السكر في البول بتقول انت والله هذا مثلا بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3، لكن انت ما اديتش قيمه السكر في البول صحيح. او الكشف عن الحمل عند المراه فانت ما بتقيس هرمون الحمل اللي موجود عندها بل بتقيس انه هو موجود ولا مش موجود بشكل كواليتاتيف مش بشكل كوانتيتاتيف. الان هذا الكلام طب الكواليتاتيف او سيمي كوانتيتاتيف بده كنترول؟ بالتاكيد بده كنترول. فبقول لي هنا كنترول كان بي يوز از بوينت اوف ريفرنس فروم ويتش ذا تكنولوجيست ميك جادجمنت باي كومباريزون. الان لو بنكشف عن فحص الحمل وبدنا نشوف نطمن انه احنا فحصنا صحيح ولا لا، بنقول بيكون عندي في الكيت نيجاتيف كنترول وكمان بوزيتيف فايل نيجاتيف كنترول وفايل بوزيتيف كنترول. فانت لما بتيجي عندك ست وتاخذ منها سيرم او بول وبدك تكشف الحمل بدك تجري الفحص على النيجاتيف كنترول اللي هو المفروض يدي لك نتيجه نيجاتيف مش حمل يعني، وبوزيتيف كنترول المفروض يدي لك بوزيتيف وتجري على البيشنت سامبل. وبالتالي اذا كان النيجاتيف اداك نيجاتيف والبوزيتيف كنترول اداك بوزيتيف معناته الشغل صحيح والفايل والفايلز مظبوطه والريجنت مظبوط، وبالتالي انت لما تطلع نتيجه للست بتكون هي النتيجه صحيحه. ان اكزامبل اوف ذس اللي هو قلنا انه نيجاتيف كنترول، في كمان ويك بوزيتيف كمان موجود في الكتات ويك بوزيتيف والبوزيتيف كنترول، وبالتالي في عندك ثلاث كنترولات بكون في اللي هو الكيت تبع الحمل ومن خلاله انت بتتاكد اذا طلع فعلا هذا نيجاتيف وهذا ويك بوزيتيف وهذا بوزيتيف ايش ما يكون نتيجه الست اللي انت بدك تفحصها، خلاص بكون النتيجه صحيحه لانه الكنترولات الثلاثه اعطتك النتيجه المتوقعه منها. هذا بنسميه احنا كواليتاتيف او سيمي كوانتيتاتيف بروسيجرز لانه احنا ما قسناش كميه رقميه. قلنا السيمي كوانتيتاتيف بدينا بوزيتيف 1 وبوزيتيف 2. As with alternative method each control level can be used as comparison. طبعا هذا الكلام حكيناه. Control of these methods should be tested daily and with opening of new bottles. لازم تستخدمها بشكل كامل ومع كل يعني reagent انت بتستخدمه جديد، يعني لازم يكون متزامن معك دائما في كل الاوقات. طيب نيجي للكوانتيتاتيف بروسيجر. طيب بالنسبه للفحوصات اللي هي كوانتيتاتيف زي اليوريا والسكر والكرياتينين وما الى ذلك والبروتين والالبومين، الامر هنا مختلف شويه. بقول لي when performing a test remove
remove a fresh sample of control and analyze it with the patient sample. أول إشي أنت بتسويه إنه أنت بتقيس الكنترول سامبل مع اللي هو البيشنت سامبل. هاي طريقة استخدامه. طيب الفريكوينسي of control analysis should be at least once per analytical run. يعني انت عندك احنا قلنا ايش يعني analytical run؟ كل run انت بتدخله على الجهاز لازم يكون في control على الاقل عينة واحدة، على الاقل عينة واحدة في كل run. يعني ممكن تتعمل في اليوم one run او two runs او three runs قد ما يكون قدرة الاستيعابية للعمل. كل run على الاقل بدك تحط معه control، مش تعمل run واحد الصبح وتقول ما انا اشتغلت، لا كل run بدك تدخل معاه اللي هو الكنترول سامبلز، واحيانا بيكون طبعا اكثر من 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 من, من كنترول سامبل واحده. طيب كنترول سامبل بليسمنت شود بي راندوم وذ وذين ذا اناليتيكال ران تو استيميت مور اكوريسي اند مور ان بريسيجن. العينات الكنترول لازم بتكون توضع ما بين البيشنت سبيسمن بشكل عشوائي، مش كل مره احطها اول واحده او اخر واحده او هي في النص، يا مرة بتكون في النص، مرة ترتيبها الخامس، مرة ترتيبها الاثناش، مرة السبعتاش. هذا لازم يكون بشكل عشوائي عشان الأمور تكون لها مصداقية. طيب الآن ماشي، أنا يعني الكلام هذا كيف أنا بدي أستفيد منه؟ في حاجة اسمها شيوارت أور ليفي جينينت كنترول شارت. الآن إحنا بدنا نحكي بالضبط إيش اللي بدنا نسويه عشان إحنا نفهم يعني إيش اللي إحنا كيف بدنا نستفيد من الكنترول سامبلز في تطبيقها على الكواليتي كنترول. بقول لي إن stable test environment the distribution of the result of the same sample analyzed a number of time is Gaussian distribution. هذه القاعدة من البداية بدنا نتفق عليها. لما أنا باجي اليوم فرضا إنه أنا بشتغل فحص السكر في المستشفى، والفحص هذا أنا بشتغله مثلا ثلاث مرات، يعني ثلاثة رانز، يعني كل ران بدخل على الجهاز مثلا 40 أو 50 patient specimens وبدخل معهم اللي هو control samples. أنا بسوي في اليوم ثلاث رنات، وبالتالي أنا بدخل الكنترول سامبلز ثلاث مرات. المفروض إن أنا لما بأخذ نتائج الكنترول سامبلز، يعني إجيت اليوم أخذت ثلاث قراءات على أساس إن أنا أجريت ثلاثة رانز، ثلاث قراءات كل ران حطيت فيها كنترول سامبل، فأخذت قراءات ثلاثة، بكرة أخذت ثلاثة، بعد أخذت ثلاثة. المفروض إنه الكم من الداتا هذا اللي أنا جمعته، الكم من الداتا اللي أنا جمعته لقراءات الكنترول سامبل للسكر، المفروض إنها تكون واحدة، المفروض تكون واحدة لأنه أنت بتستخدم نفس الكنترول نفس الفيروس، وبالتالي الأصل إنها تطلع معك واحدة. طيب هتقولي طيب ما هو في التطبيق الميداني بطلعش بالضبط، بقول لك مظبوط بطلعش، لكن بطلع قريب من بعض. قريب من بعض يعني معناته إيش؟ معناته الداتا اللي عندك هي normal distribution، لأنه احنا إذا تتذكر في normal distribution قلنا إنه هي قراءات قريبة من بعضها متوزعة توزيع طبيعيا وقريبة الشبه من بعضها، وبالتالي قلنا لما أنت بتحصل على 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 داتا normal distribution أو Gaussian distribution لازم تكون الناس متشابهين في عاداتهم وأكلهم وشربهم. طيب الآن أنت القراءات اللي تأخذها للكنترول سامبل لنفس الفيروس، وبالتالي الأصل إنه تطلع عندك قراءات متشابهة، يبدأ الأصل إنه هذه القراءات تخضع للتوزيع الطبيعي للداتا اللي هي تابعة لقراءات الكنترول سامبلز. طيب هذه النقطة يعني لازم نكون عارفينها. طيب deviation from this distribution، طيب هذا الكلام المفروض يكون عندي. طب افرض إنه أنا لما رسمت الداتا قيم الكنترول سامبلز على الاكس اكسس والفريكوينسي على الواي اكسس للتكرار للقيم هذه، لقيت عندي في ديفيشن انحراف، هذا معناته ايش؟ هذا انديكيتس ذا اوكيرنس اوف اناليتيكالز اوف اناليتيكال سيستميك ايرور، معناته في عندنا اناليتيكال سيستميك ايرور، انحراف عن الجيسن ديستريبيوشن، يعني المود مختلف عن المين، مختلف عن الميديا، معناته في عندي مشكله في الاناليتيكال سيستماتيك اورور، في عندي في البروسيجر. هتقول لي طب ليش اشمعنى في البروسيجر؟ لانه بنقول لك ما احنا الكنترول مضمون، الكنترول سامبلز هذه ما فيش فيها خطا، انت جايبه كنترول محترم وكويس وفيش فيه مشكله، وبالتالي اي ديفيشن عن الجيسن ديستريبيوشن بيصير معناته في مشكله في البروسيجر عندك، وهذا لازم انت تراجع وتشوف وين المشكله. طيب
الآن ليفي جينينجز كنترول بيبين للعار هذا. ليفي جينينجز كنترول شارت اللي هو الشارت هذا is derived from Gaussian distribution، هو مستوحى من Gaussian distribution indicating the mean and 1 2 3 standard deviation. لما أنا على مدار 20 يوم مثلا، على مدار 20 يوم بقيس الكنترول سامبلز، على مدار 20 يوم بقيس الكنترول سامبل، فرضا ان طلع على 20 يوم او كل يوم قست مثلا مرتين هي 40 قراءه، او ثلاث مرات 20 في 3 هي 60 قراءه. الان هذه القراءات انا بحسب المين وبحسب الستاندرد ديفيشن تبعتها، بحسب المين وبحسب الستاندرد ديفيشن تبعها. الان المين والستاندرد ديفيشن تبعها هذه هو اللي انا بستخدمه في الحكم على القراءات. كيف؟ بالطريقه هذه. الان هذا عندي هاي اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، على مدار 20 يوم، على مدار 20 يوم انا قرات اخذت قراءات الكنترول سامبلز فرضا للسكر او اليوريا او الكرياتينين ايا كان. المهم انا على هذا المدار 20، فصار عندي في عندي 20 قراءه. 20 قراءه يعني معناته انا على الرسم البياني في عندي 20 نقطه. طيب الان هذول القراءات اللي هم على 20 قراءه كل يوم قراءه، انا حسبت لهم المين والستاندرد ديفيشن. حسبنا المين وقمنا خط المين هيو عند المين، قديش طلع عند المين، عند المين مثلا طلع مثلا ايا كانت قيمه المين، هنا بقوم برسم خط افقي اللي هو خط المين هذا، هذا خط المين. طيب بقوم بحسب الستاندرد ديفيشن، فبقوم الستاندرد ديفيشن هنا المين زائد 1 ستاندرد ديفيشن، زي ما كنا نحسب هنا المين ناقص 1 ستاندرد ديفيشن، بحط خط المين ناقص 1 ستاندرد ديفيشن والمين زائد 1 ستاندرد ديفيشن. طيب المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن هي، يبقى كل المسافه هذه اللي هنا هذه كلها المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، اللي هي بتشكل 95% هنا من القراءات زي ما حكينا، وهي خط المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، وهنا خط المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. طيب واللي هنا المنطقه هذه الخط هذا اللي هو المين زائد 3 ستاندرد ديفيشن، وهنا المين ناقص 3 ستاندرد ديفيشن. فكل قيمه المين خط لها مين زائد 1 ستاندرد زائد 2 ستاندرد زائد 3 ستاندرد وناقص 1 ناقص 2 ناقص، كل واحده لها خط، وبالتالي انا بارسم القيم بناء على اللي طلعت معايا على هذا التشارت. هذا اسمه ايه؟ ليفي جينينجز كنترول تشارت. طيب الان ايش انا استفدت من التشارت هذا، وانا ايش بقرا منه؟ تعال نشوف ايش بقول لي. بقول لي اكزامبل ابلكيشن فور كوليسترول ميثود، لو بدنا نتكلم عن الكوليسترول، تو ميثودز تو ديفرنت كوميرشال كنترول برودكتس هاف بين سيلكتد that have concentration near the important medical decision levels. في عندي انا هنا كنترول استخدمته قيمته 200 ملي جرام بير دي سيلتر للكوليسترول، وكنترول اخر 240. لاحظ انه انت بترجع للريفرنس رينج للكوليسترول حتلاقي هذول على اطراف اللي هو الريفرنس رينج للكوليسترول للبلد كوليسترول. طيب انا استخدمت، ممكن تستخدم اكثر من كنترول عادي، فيش مشكله. استخدمنا التو كنترولز هذولا او السامبل كنترولز. طيب the materials were analyzed once per day for period of 20 days، على مدار 20 يوم، على مدار 20 يوم كل يوم كنا نجري اللي هو الكنترولات، فحص على الكنترولات هذه. from these data the mean and standard deviation were calculated، من هذه الداتا اللي حصلنا عليها من الكنترول هذا والكنترول هذا حصلنا على مين وستاندرد ديفيشن لهذا الكنترول ومين وستاندرد ديفيشن لهذا الكنترول. طيب ممتاز. الكنترول الاولاني المين تبعه طلع 200 والستاندرد ديفيشن تبع له 4 ملي جرام، هذه قيم الستاندرد الاولاني، الكنترول الاولاني. الكنترول الثاني كانت قيمته قديش عندي؟ كانت قيمته عندي 240. الان لما عملنا له قراءات على مدار 20 يوم كان عندي المين طلع 250 والستاندرد ديفيشن طلع 5. انتوا تذكروا انه الستاندرد ديفيشن كل ما كبر كل ما هذا دل على انه القراءات بعيدة عن بعض، وكل ما كان الستاندرد ديفيشن صغير كل ما دل على انه القراءات ال 20 قراءة هم قراب من بعض. طيب ممتاز.
Each of the two control materials will be analyzed once they run. الآن أنا عملت الداتا هذه، جهزتها لمدة 20 يوم، بديت أشتغل على الكنترولات الاثنين وأطلع قيمهم على مدار 20 يوم، خلصت طلعت الداتا هذه والستاندرد ديفيشن والمين، أنا كده جاهز للشغل. طيب بقول لي الآن بدك تشتغل على الرانز لما بتجي لك عينات المرضى، وبدك تدخل اللي هو الكنترولات لمرة واحدة بير ران. Providing a total two control measurements per run. يبقى عندك اثنين كنترولات اثنين لكل run. لا من 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 run اللي هو تبع كل store. طيب control status will be judged by either واحد اللي هو اثنين standard deviation أو ثلاثة standard deviation rule. These rules are defined as. طيب إيش اللي بيصير معنا الآن؟ اللي بالنسبة للرول تبعت الاثنين ستاندرد ديفيشن ريفر تو ذا كنترول رول ذات از كومونلي يوزد وذ ليجيتيميت شارت. هذا دائما معظم المختبرات بيستخدموه اللي هو الاثنين ستاندرد ديفيشن. وين ذا كنترول ليميتس ار سيت از ذا مين بلس او ماينس اثنين ستاندرد ديفيشن. معظم المختبرات لما تنشئ الليفي جينينجز تشارت وبدأت تستخدم تنزل على الميدان مع عينات المرضى اللي هو الكنترولات، قيمة الكنترول when the control limits are set اللي هو هنا بقول لي هنا rule that is commonly used with that when control limits are set as mean، وتشوف القيم كل مرة القيم الكنترول بتاعت ال 200 هل هي واقعة ضمن المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن ولا لا. طيب in many laboratories this rule is used to reject a run when single control measurement exceed 2 زائد 2 ستاندرد كنترول ليميتس. يعني لما بيكون عندك بعض المختبرات بيرفض النتائج المرضى اذا كانت الكنترول وقعت خارج خط الاثنين ستاندرد ديفيشن. يعني هنا نرجع ثاني، الان انا سويت الكنترول هذا بالشكل الامامي وجهزته، بشيل النقاط هنا، بشيل النقاط، خلاص انا عينت المين للكنترول سامبل للكوليسترول وعينت الستاندرد ديفيشن تبعته. الان افرض في اليوم الثلاثين مع البيشنت سامبل لقيت انه عينة الكنترول وقعت خارج خط اللي هو المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن او ناقص 2 ستاندرد، يعني خارج المنطقة هذه، المين زائد وناقص ستاندرد خارج المنطقة هذه. اذا وقع الكنترول خارج قيمة الكنترول خارج هذه المنطقة، معناته البيشنت سامبلز اللي أجريت مصاحبة مع هذه العينة أنا برفضها. فلو فرضا أنه في هذا اليوم هنا في اليوم بعد أنا ما سويت الشارت هذا جيت فحصت الكنترولات مع البيشنت سامبل وجدت أن الكنترول وقع في المنطقة هذه أو هنا خارج المهم خط الاثنين ستاندرد ديفيشن او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، غالبيه المختبرات الران هذا بيرفضوا نتائجه، وبالتالي انت لازم تعيد الران او تشوف المشكله وين حدثت. ليش؟ لانه قيمه الكنترول اختلفت عن المين بزياده عن 2 ستاندرد ديفيشن او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، بالتالي الانحراف هنا بيكون البايز والعوار بيكون كبير، وبالتالي العوار اللي حدث على الكنترول بالتاكيد هو نفسه حدث على البيشنت سامبلز او سبيسيمنز، وبالتالي ما بنقدرش احنا هنا نقبل بالقراءات البيشنت سبيسيمنز، وبالتالي بقدرش انا اطلعها للطبيب واقول له هي النتائج. ليش؟ لانه احنا قلنا القيمه المطلوبه اللي هي المين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. طب هذا خرج الكنترول قيمته عن الخط المين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، وبالتالي في الحاله هذه اغلب المختبرات بيرفضوا النتيجه. يبقى معناته لما انا في البدايه لما انشات هذا التشارت
وعلى مدار 20 يوم انا بفحص فيه لحاله، ولتشارت مثلا الكنترول اللي هو السامبل كنترول او ال 200، وانشات هذا التشارت اللي هو عرفت ايش المين والستاندرد ديفيشن والاثنين ستاندرد والثلاثه ستاندرد ديفيشن وهكذا. الان لما اجيت اطبق بعد ال 20 يوم دخلت التشارت على الميدان وصرت التشارت احط قيمه كل كنترول سامبل اشوف قيمتها وين تقع في هذا التشارت، فبلاقي انه اذا وقعت داخل خط الاثنين بالموجب واثنين بالسالب مع المين الستاندرد ديفيشن هنا معناته انت في السليم فيش مشكله، خرجت عن خط الاثنين بالناقص او بالموجب معناته في مشكله وما بقدرش انا ادي اعمل ريليز لنتائج البيشنز. طيب في بعض المختبرات بتكشف عن الثلاثه ستاندرد ديفيشن بيقول لك لا اثنين قليل، هذا طبعا بيرجع لطبيعه المختبر وطبيعه الفحص اللي بدك تجريه، لكن الغالبيه بيشتغل على اثنين زائد او ناقص اثنين ستاندرد ديفيشن. طيب احنا بدنا نعتمد انه الامور ماشيه صح اذا كانت قراءات الكنترولات اللي انا وضعتها مع البيشنت سامبلز هي ضمن زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. اللي بقول لي ال 2 ستاندرد ديفيشن رول از فيري كومن، هي المعتمده غالبا، اند واي ات بروفايد هاي ايرور ديتكشن، طبعا بتكشف عن هاي ايرور. The use of the second 2 standard deviation control limit give as expected high level of false rejection. تكشف يعني عن أمور بشكل كويس. هذا الثلاث standard deviation بيديني alternative quality control procedure that has low false rejection. فيش حساسية عالية but also lower error detection. كمان error detection بيكونش كتير يعني واضح ومبين. طيب للأمثلة اللي احنا حكيناها قلنا for this example control one has mean 200، احنا control sample قلنا المين 200، هنا قلنا انه المين هيو control control one المين 200 وتذكروا انه standard deviation 4، معناته لما انا بدي اقيس الرينج بقول انه عندي ايش الاثنين المتين زائد 2 في 4 اللي هو 208 الابر ليميت، والاثنين ناقص 2 في 4 اللي هو 8 اللي هو 192، فانت عندك الرينج من 192 ل 204. طب ايش انا بستفيد من الكلام هذا؟ معنات الكلام هذا لو انت في اي يوم من الايام عملت حطيت الكنترول مع رن الكوليسترول وطلع عندك قيمة الكنترول أقل من 192 أو أكبر من 208 يبقى الرن كله عيده وما ما 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 تعتمدهش. ليش؟ لأنه أكثر من 2 زاد أو ناقص 2 200 وزاد أو ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، لأنه ال 208 هي المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، ال 192 المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، وبالتالي هاي القيمة المسموحة اللي هم الخطين هذولا، بيصير انت عندك الخطين هذولا الاثنين ستاندرد ديفيشن بالموجب والاثنين ناقص اثنين ستاندرد، هذا اللي هو 192 خط 192 وهذا خط اللي هو 208. اذا وقعت نتائج الكنترول اللي انت دخلتهم مع الرن في الايام اللاحقة اي يوم ضمن هذا الرينج ضمن الخط هذا والخط هذا اللي هو 192 وال 208 اوكي ما فيش مشكلة. اي يوم وقع الكنترول قيمه الكنترول سامبل خارج الاثنين بالزائد او اقل من الاثنين ستاندرد بالستاندرد ديفيشن بالناقص معناته احنا نرفض الران كله ومعناته في عندنا مشكله. طيب بالنسبه للكنترول الثاني اللي هو كان عندي قديش، اللي كان عندي 204، لكن المين اللي انا حسبت لما نعد تكرار له على مدار 20 يوم طلع عندي 250 240 هو الاساس وانا طلع عندي 250. طيب قديش كان عندي الستاندرد ديفيشن؟ كان عندي 2، يبقى معناته الابر ليميت اللي هو 250 زائد 10 اللي هو 2 ستاندرد ديفيشن عندي بصير عندي 260. طيب هذا الابر ليميت، واللور ليميت اللي هو 250 ناقص 10 اللي هو 240. اي يوم بيكون الكنترول الثاني 2 كنترول 2 بديني قيمة أقل من 240 أو أعلى من 260 معناته أنا بأرفض اللي هو إيه؟ بأرفض هذا الرن كله، وبالتالي بيصير عندك هنا
الكنترول الثاني هنا القيمة اللي هي 240 وهنا 260، وبالتالي أي قيمة تقع ما بينهما أنا الرن كله مقبول والأمور ماشية تماما مش مشكلة. إذا كان طلع القيمة أعلى من مين زائد 2 ستاندرد ديفيشن هنا يعني أو هنا يعني أقل، معناته في مشكلة وبتبلش بنضيش على النتائج وبتبلهاش. طيب الآن إيش هم إيش اللي سووه؟ الآن هذه اللي هو الجراف، وهذا الجراف بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكنترول الأولاني. الكنترول الأولاني كان عندك قديش؟ كان عندك 200، هاي 200 المين تبعك 200، هاي خط المين ال 200، هاي قيمة 200 هنا. الآن أنت قديش هو كان عندنا الأبر ليميت؟ كان الأبر ليميت عندي اللي هو 208، هو مدي لك لعند 220 و192 لعند 180، وبالتالي انت بتحط المين خط المين واثنين ستاندرد ديفيشن بالموجب واثنين ستاندرد ديفيشن بالسالب، وبتشوف على الكنترول تشارت هذا بتشوف وين تقع اللي هو الكين تبعتك. الكنترول اللي في اليوم اللي بتقع قيمته قراءته الكنترول برا الرينج هذا معناته ما تقبلش، وقعت في داخل الرينج هذا اقبلها وما فيش مشاكل. وهذه الورقة تبعت الثانية اللي هي تبعت ال 250، هيها 250 للكنترول 2، هي خطها وتحسب الخط اللي بالبوزيتيف 2 ستاندرد ديفيشن وخط ال 2 ستاندرد ديفيشن بالنيجاتيف وبتشتغل عليها وما فيش أي مشكلة عندك بتكون. طيب هنا هي بيقول لي هنا في الواي اكسس لوكيت ذا فاليوز ذا كورسبوند تو ذا مين اند درو جرين هوريزونتال، هي هنا عشان ما نقولش نقرا هنا، هي انت عندك الخط الكنترول الاولاني المين قديش كان 200، برسم خط اخضر على خط ال 200، هذا خط المين اللي هو يعني لو كانت القراءات واقع عليه بيكون هيك ممتاز، عندك شغلك ممتاز، لكن المثالية مش موجودة في التطبيق على أرض الواقع. الآن 2 ستاندرد ديفيشن بالزائد اللي هو أداني 208 زي ما شفنا، و 192 برسم خط أصفر لل 2 ستاندرد ديفيشن بالناقص، وزائد 2 ستاندرد ديفيشن هنا، هيو 2 ستاندرد ديفيشن بالزائد خط أصفر هنا وخط أصفر، من الأصفر للأصفر هو حدود مين؟ وحدود المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن اللي هو 95% من قراءات الكنترول اللي انا عملته في ال 20 يوم. طيب 3 ستاندرد ديفيشن خط احمر لانك انت قررت المنطقه الخطره وبالزائد وبالناقص. الان انت المفروض بعض المختبرات تقبل، انت اليوم اجيت في اليوم مثلا تاريخ 2/1/2021 اليوم اجيت قريت لقيت انه القيمه تبعتك جلست في المربع هذا، خلاص انا بقبل. طيب بكره لقيتها جلست هنا مفيش مشكله، طب بعدين جلست هنا فيش مشكلة، اليوم اللي بعديه لقيتها هنا معناته خرجت عن الاثنين معناته برفضها، في بعض المختبرات بتقبلها لكن الأصل هي ترفض. طيب الآن طب لو لقيتها هنا معناته كارثة مصيبة، هذا في مشكلة كبيرة، أو لقيتها هنا أو لقيتها هنا برفضها، طول ما أنت من الأصفر للأصفر معناته الأمور إيه الأمور، والخط الأخضر هو الخط الممتاز، لو وقعت عندك قيم الكنترول سامز على الخط الأخضر بيكون الأمور كده ممتاز فيش عندك أي مشكلة، وبالتالي أنت بتكون هذا الكلام لمين هذا الورقة؟ هذا الورقة للكنترول لفحص الكوليسترول للكنترول سامبل اللي هو الميتين، بعمل ورقة تانية أختها على الكنترول سامبل الثاني اللي هو الميتين وخمسين اللي هو المين الخط الأخضر، والخط الأصفر زاد 2 ستاندرد ديفيشن وهنا ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، وطبعا الخط الثالث والثالث هنا اللي هو 3 ستاندرد ديفيشن، تطلع على القيم هتلاقيها بالظبط محطوطة هنا، وبتعمل جادجمنت للقراءات الكنترول الثاني بناء على القيم بتطلع هنا وين موضع كل قراءة من قراءات الكنترول. بقول لي هنا once the control chart have been set up، يعني انت لما جهزته هذا اللي جهزته تبدا انت هذا بتجهزه تبدا بعد هيك تطبقه على مع الايام القادمه مع البيشنت سامبل. يو ستارت بلوت ذا نيو كنترول فاليوز، مع خلصت 20 يوم وانت جهزته وطلعت قيمه خلاص تمام، تبدا انت تطبقه في الايام اللي بعد هيك مع البيشنت سامبل وتشوف قراءه الكنترول كل مره وين بتقع. فاليو ذات ار بين كولكتد as part of routine work، هذا شغل يومي بده يكون روتين وورك، يعني هذا شغل يومي. The idea is that الفكره وين؟ قال لك for stable testing process، طبعا اذا كان
الايديا بتقول هنا for stable testing process the new control measurements should show the same distribution as the past control measurements. المفروض في حالة ما يكون عندك الشغل كويس والأمور تمام وفيش عندك أخطاء، المفروض أنه كل قراءات الكنترولات في الأيام اللاحقة تطلع في المنطقة هذه. هذا لو كانت الأمور عندك ممتازة ومستقرة وأجهزتك كويسة وشغلك دقيق وكل الأمور تمام، المفروض أن يكون الكنترول قيم الكنترول تقع في هذه المنطقة، كلها تقع في هذه المنطقة. أي خروج معناته في مشكلة، أي خروج الآن. الآن هذا الكلام في إيش بفيدني؟ هذا الكلام بفيدني إنه أي خطأ صغير، أي خطأ صغير بيظهر معانا في الفحص أنت مش تكونش تنتبه له، الكنترول تشارت هذا بيظهر وبيكشفه. وبالتالي هاي ميزة تطبيق الكواليتي كنترول والكواليتي أشورنس، إجراءات الكواليتي أشورنس اللي هو الانترنال الكواليتي كنترول جزء من الكواليتي أشورنس. إذا تطبيق هذا الكلام هو اللي بيخلي المختبر ما يطلعش نتائج خاطئة، لأنه لو طلعت نتائج خاطئة الكنترول حيطلع قيمه في المنطقة هذه، معناته أنت مش هتطلع القيم، هتعيدها ومش هتقبل فيها إلا لما ترجع قيم الكنترول في المناطق اللي هنا. وبالتالي هذا الكلام هو الضامن الأساسي أنه نتائجك ما تكونش خاطئة، النتائج تبعتك ما تكونش خاطئة خالص. عشان هيك المختبرات اللي بتطبق مبدأ الكواليتي كنترول والكواليتي أشورنس نادر جدا ما يظهر عندها أخطاء في النتائج، والمختبرات بتستهين في تطبيق لوائح الكواليتي كنترول والكواليتي أشورنس ما بيظهر عندها أخطاء ومش عارفة، بتكونش عارفة أساسا إن هي أخطاء، وبكون الشغل يعني كله تشنيص في تشنيص وشغل مش نافع. طيب that means it will be somewhat unusual to see control values that exceed. طبعا unusual إذا طلعت قيمة من في يوم الأيام للكنترول سامبلز خارج خط الاثنين ستاندرد ديفيشن سواء بالموجب والسالب، معناته هذا unusual and very rare to see. المفروض يكون very rare to see control values that exceed 3 ستاندرد، ومن النادر جدا المفروض إنه تطلع على الخط الأحمر 3 ستاندرد ديفيشن. إذا خرجت معناته في big error موجود. طيب if the method is unstable, if unstable and has some kind of a problem, then there should be a higher chance to see control values that exceed control. طبعا إذا كان في unstable معناته في مشكلة. Therefore when the control values fall within the expected, إذا كان قيم الكنترول داخل اللي هو range الاثنين زاد او ناقص 2 standard deviation، معناته النتائج بنقول عنها in control. in control يعني في المنطقة السليمة المسموح فيها. اذا كانت خارج، اذا كانت خارج المنطقة المسموح فيها يعني زاد او ناقص 2 standard deviation، معناته بقول عنها out of control، بقول عنها out of control. طبعا out of control يعني reject the test value، هي بقول reject the test value and do not report patient test result، ما تطلعش نتائج للمرضى، معناته في مشكلة عندك. Patient results obtained in the run where theta rule is violated are most likely incorrect. يعني هنا بقول لي طيب أنا إذا كان في يوم من الأيام طلعت عندي الكنترول سامبل خارج الحدود الاثنين ستاندرد ديفيشن، طب هل هذا معناته يكون عندي الميثود غلط وأنا بشتغل يعني بطريقة مش صحيحة؟ لا، مش هذا الاستنتاج. الاستنتاج إنه في حدث خطأ وانت بدك تعيد الشغل. ليش؟ لانه في طبيعي في 10% تشانس انه يصير في اخطاء بقيمة 10% حتى لو كانت ايه الشغل بيرفكت. وبالتالي مش معناته انه الفحص اذا انت خرجت عن الاثنين ستاندرد ديفيشن معناته انه انت عيده لكن مش معناته انه الميثود تبعتك بدك تغيرها او في عندك مشكلة كبيرة. لا، ان في يعني عندي هنا مشكله في هامش من الـ من الـ من الخطا مسموح فيه طبيعيا حتى لو كانت الطريقه اللي بتشتغل فيها بيرفكت. اذا ما بنقدرش احنا ان يعني نحكم على التجربه ان هي فاشله او الطريقه ان هي فاشله، وانما المطلوب منك بس ان انت ترجع تشتغل تاني وتشوف المشكله اللي حدثت وين حدثت. هذا بالنسبه ل الانتربريتيشن. اما اذا كان في خرجت نتائج برا الثلاثه ستاندرد ديفيشن، معناته هذا في مشكله كبيره في الميثودولوجي
وبالتالي بدنا نشوف حل هارم بروبلم، يعني معناته بيقول لك انه هي منبه انه في عندك مشكله. هذا الاثنين ستاندرديشن. طيب الان في نقطه مهمه جدا بدنا نتطرق لها، وهي هذا بالنسبه يعني خلصنا الانترنال كواليتي كنترول. في عندنا مشكله بسيطه بالنسبه للانترنال كواليتي كنترول، احنا بدنا نحلها بحاجه اسمها كيوميليتيف سم كنترول تشارت، كيوميليتيف سم كنترول تشارت. طيب اذا لما احنا نتكلم عن التشارت اللي امامنا، لو فرضا انه في عندي في اليوم الاولاني كان في المربع اللي موجود هنا امامي، واليوم الثاني كان هنا، واليوم الثالث كان هنا. طيب طول ما النقاط جوا الرينج اللي هو 2 ستاندرد بالموجب و2 ستاندرد ديفيشن بالسالب، انا بقبلها قلنا. طيب هذا كلام فيش عليه غبار، لكن فيما لو كان في عندي بداية خطأ ولقينا انه النقطة في اليوم مثلا هنا في اليوم السابع كانت النقطة هنا، ثاني يوم طلع هنا، ثالث يوم لقيتها هنا، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم. الان على مدار الاسبوع هذا انا بلاحظ ايش؟ بلاحظ انه في نقاط عندي، اي نعم هي داخل ستاندرد ديفيشن اللي زاد او نقص من ستاندرد ديفيشن، لكن هي كل مالها في تصاعد، وبيكون في هامش من الخطأ المقبول، خلينا نقول عنه المقبول، لكن هذا الخطأ المقبول في حدود الخطين الصفر اللي أمامي. طيب الآن هذا الكلام بدل على إيش؟ بدل على أنه يبدو أنه في بيكون بداية خطأ متراكم يحدث معك وأنت مش ماخد بالك. الليفيجينينج تشارت لأنه بيكشف عن يوم بيوم، ما بيكشفش الأخطاء التراكمية التي قد تحدث وأنت مش باخد بالك منها. الأخطاء التراكمية اللي إنه أنا أول يوم يكون النقطة هنا، ثاني يوم ألاقيها هنا، ثالث يوم هنا، رابع يوم هنا، خامس يوم وهكذا. ليش؟ لأنه كل مرة داخل حدود الخطين الصفر فأنا بقبلها، لكن أنت وأنت مش ماخد بالك بكون في عندك خطأ تراكمي. هيجي يوم الأيام بعد أسبوع، شهر أو شهرين، هتلاقي النقاط بدأت تظهر فوق، هتنتبه للموضوع هذا بعد إيش؟ بعد مدة طويلة. فعيب الليفيتش جينينج تشارت هذا انه هو بيكشف عن خطأ يوم بيوم، وليس خطأ صغير متراكم داخل الطريقة اللي انت بتشتغل فيها. عشان هذا الكلام ما يصيرش معانا، قال لك اي نعم هذا الكلام بتطبق الشغل يوم بيوم فيش مشكلة، لكن اذا كان انا بدي يصير عندي، اذا كان بدي يصير عندي خطأ متراكم، خطأ متراكم وأنا بدي أكشفه قبل ما يزيد هذا الخطأ المتراكم، أنا بدي أكشفه من بدري. وبالتالي أنا بالطريقة اللي احنا هنشرحها الآن، في عندي التشارت هذا بيكشف خطأ يوم بيوم، والتشارت اللي أنا بدي أشرحه الآن بدي يكشف عن وجود خطأ متراكم صغير داخل المنطقة المسموح فيها. إذا سيبته حيطلع برا المنطقة المسموح فيها، فأنا بدي أكشف عن خطأ متراكم داخل المنطقة المسموح فيها عشان ما يستفحلش ويكبر معي. هذا الكلام بالنسبة للكوميوليتف سم كنترول تشارت هو اللي بيحل المشكلة. طيب بقول لي هنا This makes it quite insensitive to shift in the order of 1.5 standard deviation or less. لما بكون في عندك shift في القراءات وفي خطأ صغير مسموح فيه ضمن الواحد زائد أو ناقص 2 standard deviation، هذا الانحراف في داخل المنطقة المسموح فيها، التشارت الأولاني ما بيكشفهش لأنه هو في المنطقة المسموح فأنت هتقبله. طيب الآن افرض أنه هذا الفحص أو الشغل بيصير عندي خطأ متراكم 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 وأنا مش ماخد بالي منه لأنه هو داخل خطين الصفر. فقال لي الحال أنه basically the cumulative sum or cosine chart block the cumulative summation of measurement deviations from an average. الحل إن أنا استخدم cumulative أو cosine chart. cosine chart هذا إيش بيسوي؟ بيجي بيعديني اللي بحسب فيه أنا cumulative frequency، وبالتالي أنا لما بأجي بأقيس النقطة الأولى النقطة الثانية بتكون مضافة قيمتها على النقطة الأولى، والنقطة الثالثة مضافة قيمتها على النقطة الثانية، والنقطة الرابعة مضافة قيمتها على نقطة، وبالتالي النقطة الرابعة بكون تجميع النقاط الثلاثة السابقة، النقطة السابعة تجميع النقاط الستة السابقة.
طيب فرضا لو كان انا عندي هنا اللي في التشارت اللي انا اللي ذكرناه هنا، لو كان انا عندي النقطه الاولى وقعت هنا، النقطه الثانيه هنا، النقطه الثانيه مش هرسمها زي هنا لحالها، هرسمها بقيمه النقطه الاولى زائد النقطه الثانيه. طب والثالثه، النقطه الاولى والثانيه مع الثالثه. طب والرابعه، الاولى والثانيه والثالثه مع الرابعه. بالتالي لو انا عندي خطا متراكم هلاقي انه الرابعه صارت فوق. ليش؟ لانه هي مجموعه تراكم، مجموعه قيم. وبالتالي في حالة ما يكون في عندي خطأ متراكم حيظهر معي بعد 3-4 أيام مباشرة بشكل سريع إنه في عندك ترند صاعد أو ترند نازل في القراءات، حتى لو كان في المنطقة الصفراء المسموح فيها، لكن هذا مؤشر على إنه في عندك بداية انحراف في القراءات حتى لو كانت في المنطقة المسموحة. فميزة الكيميليتيف شارت أو الكوسم شارت إنه هو بيكشف عن أي أخطاء تراكمية داخل المنطقة الصفراء من خلال تراكم قيم النقاط اللي احنا اللي تطلع معنا. هنا في مثال وضح الامور بشكل جيد. بقول هنا الكوسم ميثود از اسينشالي ا جرافيك تكنيك، طبعا يعني بترسم رسم بياني مش مشكله. Therefore if abnormal amount of measurements fall on only one side of the average, this sum will grow and indicate out of control conditions. إذا كان حيبين يعني إذا كان هي في عندي النقاط لقيتها بس بتركز في اتجاه واحد معناته في مشكلة. المفروض إن النقاط الكوميوليتيف تكون oscillating، يعني ما بين تحت الخط الميم وفوق خط الميم. طيب the method involves keeping the sum of differences between each individual sample and the mean. المفروض انه الكوميليتيف فريكوينسي تكون مره بالماينس ومره بالموجب حوالين خط الخط المين عشان تكون طبيعيه. طيب when the sum exceeds value of زائد 2.7 or ناقص 2.7 the standard deviation the method is declared out of control. بالنسبة للكوميليتيف أو الكوسم إذا كان زاد عن 2.7 standard deviation أو ناقص 2.7 standard deviation بيكون هيدا نسميه out of control، يعني يعني معناته الأمور خارج عن السيطرة والأمور مش مزبوطة. طيب under normal correct cooperation the random distribution of the values about the mean will keep cumulative summary close to zero. طبعا لما يكون في توزيع طبيعي وفي شغل طبيعي معناته مره العينه بتكون تحت المين ومره فوق المين، فمره بتكون بالناقص ومره بتكون بالزائد، فالناقص بياكل الزائد فبتطلع القيم صفر. المفروض انه هي تكون تتراوح حوالين الصفر. حقيقة حيبين معنا في المثال. الـ development of shift or trend in the method will cause the quotient value to move away from the zero and cross the defined out of control limit. طيب the limit is either multiple or of the standard deviation or medically useful limit chosen by laboratory director. خلينا نشوف المثال اللي أمامي هنا هيوضح لي الموضوع بشكل يعني كتير كويس. الآن أنا في عندي الأيام، عندي مثلا عندي على مدار 12 يوم وأنا بدي أقيس اللي هو السي 3 بروتين السي 3. القيم على مدار 12 يوم هنا هذا القيم اللي انا قستها للسي 3. طيب الان المين تبعتهم اللي هي طلع عندي 1 و27 1 و27 هنا المين عندي 1 و27 لهذه القراءات. طيب الان بقول التارجت ناقص الريزلت اللي هو 1 و27 ناقص القيمه هذه. فعندي التارجت ناقص الريزلت بقول 1.27 ناقص 1.26 فبطلع عندي 1%. 1.27 ناقص 1.29 ناقص 2%. 1.27 ناقص 1.25 2%، وهكذا. كل قيمة من هذول القيم هي 1.27 اللي هو المين تبعتهم ناقص كل قيمة، المين ناقص كل قيمة. فهذا العمود اللي هو ايه؟ هذا التارجت ناقص الريزلت. الآن الكوميوليتيف سميشن اللي هو التجميعة اللي هو اسمه كوميوليتيف تراكمي، فبقول الواحد من 100 زائد الناقص 2% فبطلع عندي هنا ناقص 1%. اللي ناقص 1% وزائد 2% بطلع زائد 1%. زائد 1% ناقص 2% ناقص 1%. الناقص 1% زائد 0 ناقص 1%، وهكذا.
فهذا الكلام زي ما انتم شايفين حسبتنا كل مرة احنا ايش بنراكم، كل مرة هذا زائد هذا، هذا بدينا هذا، هذا زائد هذا بدينا هذا، بعدين هذا زائد هذا وهكذا. فهذا عندي ايه اللي هو cumulative summation. الآن هذا ايش ميزته؟ هذا ميزته لما يكون في عندك القراءات اللي هنا بعيدة عن التارجت أو المين، بيصير عندنا هنا إذا كان لو فرضا أنه أنا القيم اللي هنا دائما دائما أصغر من المين، دائما أصغر من المين، فدائما حيطلع عندك القيم هنا موجبة. ليش؟ لأنه مدام أصغر من المين، المين 127 ناقص 126 حيطلع عندك هنا مثلا، لو كان هذا أقل من 127 حيطلع عندك موجب. فدائما موجب موجب، وانت بتجمع هنا تراكمي معناته على الرسم البياني حيكون كل نقطة أعلى من أختها أعلى من أختها، فبالتالي حيطلع معاك ترند صاعد، حيطلع معاك ترند صاعد. اللي ترند الصاعد معناته إيش؟ معناته إنه القيم اللي بتطلع معاك دائما أقل من المين، دائما أقل من المين، القيم بتطلع دائما أقل من. ليش دائما أقل من المين؟ لأنه المين ناقص الأقل منه بيطلع موجب، فانت تجميع الموجب دائما في تصاعد، فهيطلع عندك النقاط على الرسم البياني دائما متصاعده، فالتصاعد دائما هذا معناته القيم تطلع هي ايش؟ هي اقل من مين؟ من المين. والعكس صحيح، لما كانت القيم اللي كلها عندك هنا اعلى من المين معناته القيم هذه بالناقص، القيم بالناقص معناته تجميعتها هتكون دائما بالناقص، هتنزل ترند الى اسفل مش صاعد، الى هذا هابط، وبالتالي شكل الترند الصاعد او النازل بيقول لك على انه الامور الخطا طبيعته هل هو خطا في تزايد اعلى من المين ولا في اقل من القيم اقل من المين. فبالتالي انت بتقوم هنا هنا بترسم الرسم البياني هذا في الاول هنا اللي هو السيرم C3 وهذه الايام مثلا، فانت هنا القيم، هذه القيم اللي هنا، هذه القيم اللي هنا هو رسمها هنا، هذا اللي هو المين هنا، هاي خط المين، هذا خط المين، الخط هنا هذا اللي هو 1 و27. الآن كل نقطة اللي هي القيم هذه رسمها بالطريقة اللي هي موجودة أمامنا هنا. طيب الآن هذا الكلام هنا بقول لي from the data generated the mean and standard deviation is calculated، إحنا حسبنا من القيم هذه المين وحسبنا الستاندرد deviation. طيب ممتاز، المين طلع قديش؟ المين طلع 1 و27، عشان هيك لما احنا حسبنا هنا قلنا 127 ناقص هذا و127 ناقص هذا وطلعت عند القيم هنا. طيب والستاندرد ديفيشن، الستاندرد ديفيشن طلع عندي 35 من 1000، الستاندرد ديفيشن طلع 35 من 1000. طيب ممتاز، الان وين الستاندرد ديفيشن؟ هنا هي 1 ستاندرد ديفيشن، 2 ستاندرد ديفيشن، وهنا ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. طيب ممتاز، في الرسمه الثانيه رسم اللي هو الكوميوليتيف سميشن، الكوميوليتيف سميشن اللي هم مين؟ اللي هم الرسمه اللي هو العمود هنا، هذا العمود هو اللي رسم لنا اياه على السلايد اللي بعديها، وطريقه وجود شكل المقاطع على الرسم البياني هو بيبين لي اذا كان في ترند، الترند هذا جوا المنطقه المسموح فيها بيصير في عندي اخطاء متراكمه ولا لا. لاحظ هنا معانا المنطقه هذه ايه، المنطقه هذه ايه، معناته هذه منطقه سليمه ما فيش فيها حاجه. ليش؟ لانه مره الكوميوليتيف في الموجب ومره هذا خط المين، هذا المره بالموجب مره بالسالب، مره بالموجب مره بالسالب، هذا معناته القيم مره اعلى من المين ومره اقل من المين، مره مش دائما اعلى 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 من المين ولا دائما اقل اقل من المين. فلما تكون مره اعلى من المين اقل من المين في المنطقه المسموح فيها هيطلع معاك الكوميوليتيف اوسيليتنج بالطريقه هذه. لكن في المنطقه هنا لاحظ ان النقطه هنا كانت على المين وبعدين كمان نقطة هنا نازلة، التراكم اللي بعديها هنا نازلة، معناته هذا الترند. طيب تعال المنطقة هنا، هي عندك 1 2 3 4 5، هي عندك 5 نقاط صاعدة أو 4 نقاط صاعدة. طيب تعال هنا في 1 2 3 4 5 6، 6 نقاط هنا من هذه النقطة لهذه النقطة كانت القيم كلها إيش؟ كلها أعلى من اللي هي من هذه النقطة لهذه النقطة كانت القيم أعلى من المين. دليل ليش اعلى من المين؟ لانه لما خصمناها من المين طرحناها من المين ادتني ايش؟ قيم سالبه، وبالتالي لما قيم سالبه على النقطه اللي قبليها قللت منها، واللي بعديها اعلى من المين اداني كمان قيمه سالبه فنزلت، فاللي بعديها اعلى من المين اداني فكل، فهذه اعلى من المين وهذه اعلى من المين وهذه اعلى من المين وهذه اعلى وهذه اعلى وهذه اعلى،
كل هدول أعلى من المين، وبالتالي لما صاروا تراكمي صارت القيم تنزل تنزل بالطريقة هذه. هذا المؤشر اللي هو 1 2 3 4 5 6 على مدار أسبوع كامل كانت القيم الكنترول بتطلع معايا أعلى من المتوسط، أعلى من المتوسط تبع اللي هو الكنترولات، وبالتالي هنا حتى لو كانت في المنطقة المسموح فيها، لكن هذا الكوسم اتشار هذا بدل على أنه في دربالك بداية انحراف في القراءات بأنه يطلع أعلى من القيم اللي وهنا القيم بدأت تطلع، وبالتالي المنظر هذا الأمام من هذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة هذا منطق يعني هذا منظر غير صحي، ودليل على أنه قيم الكنترول مش مضبوطة ومش منتظمة حتى لو كانت جوا منطقة التو ستاندرد ديفيشن. هذه المنطقة الأي هذه الأوسيليتنج ما بين الفوق وتحت هذه هي المنطقة اللي هي معناته ممتازة والقيم الكنترول صحيحة. إذا هذا الكوميوليتيف التراكمي بيفرجيني لأنه النقاط تراكمية بيفرجيني إذا كان في انحراف بين، إذا كان القيم الكنترول كل مرة أعلى من المين أعلى من المين حيبين معايا بالطريقة هذه، إذا كان أقل من المين أقل مين معناته قيم موجبة تراكميا حيطلع في الصاعد. إذا هنا في المنطقة هذه هذا كانت القيم الكنترول أعلى أقل من مين أقل من المين لأنه القيم طلعت موجبة فرد الطرح ما بينهم موجب وتراكمي أداني قيم موجبة، هذا معناته القيم الكنترول اليومي أقل من اللي هو المين هنا أعلى من المين، وبالتالي ما فيش استقرار في المنطقة إلا في المنطقة هذه إيه؟ هذه هي المنطقة اللي هي مستقرة من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 نقاط 8 أيام هنا الأسبوع الأولاني كانت هنا الأمور مستقرة، بدأت إيش؟ الأمور تأخذ منحنيات مختلفة في الأسابيع اللي بعدها. حتى لو كانت هذه القيم كلها هتقول لي داخل الاثنين زائد ناقص ستاندرد ديفيشن، المين زائد ناقص الاثنين ستاندرد ديفيشن، حتى لو كان هذا الكلام مظبوط لكن هذا بدل على انه في دير بالك مؤشر خطير على وجود هذا الكلام. فهنا على الرسمة هذه بقول لي في عندك تو كونسيكيوتيف بوينت اوتسايد التو ستاندرد ديفيشن، في عندنا نقطتين برا اللي هو الستاندرد ديفيشن، عندك النقطة هنا النقطة هنا والنقطة هذه، هذه كود تو كونسيكيوتيف يعني تنتين خارج المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، هذا خطير هذا النقطة هنا، عندك هنا سنجل بوينت اوتسايد 3 ستاندرد ديفيشن هي هذه هذه اوتسايد الستاندرد ديفيشن 3 ستاندرد ديفيشن. طيب عندك 5 كونسيكيوتيف بوينتس ايذر رايزنج اور فولينج اللي هما الكونسيكيوتيف بوينتس الصاعدة او نازلة اللي هي هذه النقطة، في عندك 1 2 3 4 5 او هذه نازله، في عندك اما 5 consecutive points صاعده او نازله. طيب بقول لي هنا 5 consecutive points above or below المين، هذا المين هنا، في عندك فوق المين 5 consecutive points اما فوق المين او تحت المين. طيب ال better way of to monitor changes in accuracy is the use of cumulative frequency or cosm. هذا أفضل طريقة اللي هو متابعة القيم وتشوفها إذا كان هي القيم يعني لا زالت منضبطة بالنسبة لعلاقتها بالمين قيم الكنترول منضبطة، وبالتالي أي خلينا نرجع هنا أي مشاكل في المنطقة هذه في المنطقة هذه تراكمية حيبينها مين؟ حيبينها اللي هو الكيوميوليتيف تشارت حيبينها، أما هذا لحاله مش حيبين إلا يوم بيومه، هذا مهم وهذاك مهم، يبقى لازم إحنا نشتغل على الاثنين، نشتغل يوم بيومه على هذا التشارت ونشتغل على الكيوميوليتيف تشارت على أساس إنه يبين إذا كان في ترند شيفت صاعد أو شيفت نازل يبين معايا حتى لو كانت القيم اللي ترند هذه داخل المنطقة هذه، لكن في كشف مبكر عن أي مشكلة ممكن تصير معنا. هذا بالنسبة للكوميوليتيف تشارت، وبقول لي هنا ideally the graph should oscillate حبينا الكلام هذا المنطقة هذه وما فيش شيء جديد هنا. بقول لي this limit is either multiple of the standard deviation or medically useful limit chosen by laboratory director، هذا لازم يعني ينتبه laboratory director إله الأمر هذا.
الراندوم ايرور از ديتكتد وين ذا ديفرنسز بتوين مين اند فاليو از جريتر ذان تو ستاندرد ديفيشن. اذا في راندوم ايرور حيبين معنا في الناضج هذه بسرعه. هذا بالنسبه للكوميوليتيف تشارت وبالنسبه للليفي جينينجز تشارت، الاثنين بيكملوا بعضهم والاثنين يعني مناح وما فيش مشكله فيهم ان شاء الله. وهذه نهايه الوحده السادسه وكده بنكون احنا انهينا المنهج، وان شاء الله يا رب نوفقكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.